وعودة إلى الأوضاع في غزة، وتواصل مصر استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية بمطار العريش لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. للمزيد حول آخر التطورات هناك من المتابعة ينضم إلينا من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية، يعني تزامنا مع قرار عدة دول بتعليق المساعدات المقدمة للأونروا، ماذا عن الجديد من المساعدات الإنسانية التي تصل من الدول الشقيقة والصديقة إلى مطار العريش تمهيدا لإدخالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة؟ نعم، تحياتي لك إلهام ولكل السادة المشاهدين. لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين باستقبال وتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية. أحد المسارات التي حددتها مصر لاستقبال المساعدات من الدول التي ترغب وتريد دعم الأشقاء الفلسطينيين مطار العريش الذي نتواجد به حاليا لاستقبال الطائرات المختلفة من الدول التي تقدم كل المساعدات الإنسانية. نتحدث اليوم تحديدا عن وصول ثلاث طائرات. الطائرة الأولى من قطر على متنها 16 طن من الخيم والبطاطين والمواد الإغاثية، وطائرة أخرى أيضا من قطر على متنها 24 طن من المواد الإغاثية والبطاطين والخيم والمستلزمات الطبية. ثم الطائرة الثالثة، وهي الطائرة التي تتواجد الآن في مهبط الطائرات بمطار العريش، هي طائرة إماراتية على متنها 21 طن من المواد الغذائية، بالإضافة إلى أنها حملت ما يقرب من 48 برميل وقود ستذهب إلى المستشفى الميداني الإماراتي. مطار العريش أيضا استقبل العديد من الطائرات، حتى وصلت حتى هذه اللحظة منذ 12 من أكتوبر إلى 539 طائرة حملت أكثر من 15,000 طن من 50 دولة أجنبية مختلفة ومنظمات إقليمية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. يعني كما تشاهدون الآن أيضا المساعدات موجودة التي يتم نقلها أو تفرغها من الطائرات، ثم تذهب مباشرة إلى الهلال الأحمر المصري ليقوم بتفريغ هذه الشاحنات والأطنان، ثم نعم. حملها على الشاحنات التي تذهب إلى مركز الخدمات اللوجستية بالهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى معبر رفح لدخولها لقطاع غزة. محمود، نتحدث أنه منذ قليل أيضا ستصل طائرة إيطالية لنقل بعض المصابين رغبة في يعني دولة في إيطاليا بعلاج هؤلاء المصابين لديها. ما يهمني محمود أيضا يعني ما يتم إدخاله بالفعل إلى الجانب الفلسطيني. يعني تحدثت عن المساعدات التي تصل إلى مطار العريش، ماذا عن دخول غزة خاصة في ظل ما شهدناه بالأمس من يعني مواقف المستوطنين الإسرائيليين الذين منعوا العبور عبر معبر كرم أبو سالم؟ صحيح، يعني اليوم هناك تطور عن الأمس، عاد معبر كرم أبو سالم للعمل مرة أخرى، ونتحدث عن دخول 90 شاحنة من الجانب المصري اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم للإخضاع إلى عملية التفتيش. هذه الشاحنات دخلت في صباح هذا اليوم، بالإضافة إلى ما يقرب من 160 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة. هذه الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم هي الشاحنات التي كانت متواجدة بالأمس أمام معبر رفح، وتم عودتها مرة أخرى بسبب وجود المتظاهرين المستوطنين أمام معبر كرم أبو سالم. لكن اليوم نتحدث عن دخول هذه الشاحنات، وربما على نهاية هذا اليوم أيضا ستتضح الأمور أكثر إذا كانت هذه الشاحنات كلها قد دخلت إلى إجراءات التفتيش أم هناك عدد من الشاحنات قد عادت. لكن حتى هذه اللحظة هناك 90 شاحنة دخلوا بالفعل إلى كرم أبو سالم، بالإضافة إلى الشاحنات التي دخلت إلى منفذ العوجة، بالإضافة إلى أن معبر رفح أيضا لازال يستقبل الجرحى والمصابين. حتى هذه اللحظة استقبل المعبر 28 مصابا، بالإضافة إلى 54 مرافقا لهؤلاء المصابين. كل هؤلاء المصابين يتم تقديم الرعاية الصحية لهم داخل المعبر، ثم ينتقلون مباشرة عبر سيارات الإسعاف المتواجدة خارج وداخل المعبر إلى المستشفيات، سواء في مدينة في الشيخ زويد أو مدينة العريش أو حتى بئر العبد.
أو مدن القناة. فبالتالي كل الجهود مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة بالطبع إلى ميناء العريش الذي لا زال يستقبل حتى الآن السفن المختلفة، والمتواجد عليه سفينة إيطالية بها مستشفى إيطالي عائم تقدم الدعم أيضا للأشقاء الفلسطينيين بناء على التنسيقات والإجراءات التي تتم بين وزارة الصحة المصرية والدول المختلفة لتقديم كافة أنواع الدعم. لكن يظل الدعم المصري هو الأكبر والأقوى للأشقاء الفلسطينيين، سواء بنتحدث عن المساعدات الإنسانية التي قاربت وتخطت 90,000 طن، 80% من هذه الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية، أو حتى فيما يتعلق بالمصابين والجرحى نتحدث عن أن مصر قاربت على 2,000 مصاب تم استقبالهم في المستشفيات المختلفة التي خصصتها وزارة الصحة لعلاج المصابين. أقل ما يقدم للأشقاء الفلسطينيين، بالتأكيد أقل ما يقدم للأشقاء الفلسطينيين بحكم دور مصر وبحكم التقارب الجغرافي والإنساني. أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون من العريش.